السلام عليكم، نعم أصدقائي، إليكم تسريبات الحلقة 7 من مسلسل أسود فاتح. شاهدنا آخر مشهد من المسلسل. رانيا كانت تستفرغ، رانيا هل ستكون حامل من راغب أم لا؟ نعم أصدقائي، في الحقيقة رانيا راح تطلع حامل من راغب. رانيا راح تخبر أشرف بأنها حامل، وتطلب من أشرف أن ينصحها بماذا تفعل. أشرف بينصحها تسقط الجنين أو هو يتولى أمرها وسيتزوجها ويكون أب للطفل. نعم أصدقائي، هذا كل ما كان لدينا، وراح تكون حلقة مليئة بالأحداث ومشوقة. انتظرونا في فيديوهات قادمة وجديدة. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس واضغط على اللايك لكي نستمر في نشر المزيد إن شاء الله. ولا ندعكم، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.